يعني أنا عجبت في قصة ابني آدم أن الشيطان ليس حاضرا، يعني ما قال الله فزين له الشيطان قتل أخيه أو سول له الشيطان أن يقتل أخاه، ما فيش، اللي الموجود نفسه، واضح؟ على كبيرة كهذه أين الشيطان؟ فالظاهر أن الإنسان في نفسه بضع شيطان، شياطين الإنس والجن، إلا أن يرحمك الله ويطهرك الله. ففي هذه الحال بيقول لك الشيطان اقتل أخاك وأنت في أعلى عليين، طوعت له نفسه قتل أخيه. التطويع يا أخوان ليس التسويل. ليه بقول لك التطويع؟ الآن اللي بيقاتلوا، اللي قاتلوا في ليبيا مثلا، بظن أن هذا طاعة وأن الله راض أشد الرضا. ليه؟ لأنه لما نقول سولت له، إذا قرأت التسويل في القرآن، التسويل كل تزيين لسيئة. ليه؟ قد أزين لك صالحا وقد أزين لك طالحا باطلا. الله زين لنا الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، شيء، وزين لفرعون سوء عمله. فالتزيين يكون حقا ويكون باطلا، أما التسويل لا يكون حقا. سولت لهم أنفسهم، قال وكذلك سولت لي نفسي. الشيطان سول لهم وأملى لهم، فالتسويل أخي لا يكون خيرا، أما التزيين يكون في خير وفي شر. أما لاحظ اسمع، التطويع طوعت له، فإذا كانت كما يبدو لكثير من الناس طوعت له أنها ألانت له، أو قد تكون طوعت له أي أبدت له قتل أخيه طاعة يتقرب فيها إلى الله، وهذا ما عليه اليوم كثير من الثورجيين، أنه يكبر ويصلي ويقتل أخاه.